المقدس بالطهر والنقاوة والقداسة، ونقرب لك بإيمان صادق ذبائح روحية الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. Oh.
وبارك يا سيد. الحمد لرب الرسول وعلينا ورحمه إلى الأبد. إذن إن كنتم قد قمتم بلع المسيح فابتغوا ما هو فوقه، حيث المسيح جالس عن يمين الله. ابتلوا لما هو فوق لا لما هو على الأرض، فإنكم قد قدمتم حياتكم مستترة مع المسيح في الله. ومتى ظهر المسيح الذي هو حياتنا فأنتم أيضا تظهرون حينئذ معه في المجد. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا والنجاسة والفجور والشهوة الرديئة والبخل الذي هو عبادة وثنية، لأنه لأجل هذه يحل غضب الله على أبناء الكفر. وفي هذه أنتم أيضا شركتم حينا إذا كنتم عائشين فيها. أما الآن فأنتم أيضا تطرحوا كل الغضب والسخط والخبث والتكذيب والكلام القبيح من أفواهكم، ولا يكذب بعضكم بعضا، بل اخلعوا الإنسان العتيق مع أعماله، والبسوا الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة على صورة خالقه، حيث ليس يوناني ولا يهودي ولا ختان ولا خلق ولا أعجمي ولا أسكوتي ولا عبد لآخر، بل المسيح هو كل شيء وفي الجميع. فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين، أحشاء الرحمة واللطف والتواضع والوداع والأمانة، محتملين بعضكم بعضا ومسامحينكم. كانت إحدى شكوى على آخر، وكما سامحكم الرب سامحوا أنتم أيضا. وفوق جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، ويتغلب في قلوبكم سلام المسيح، السلام الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. ولتحل كلمة المسيح فيكم بكرسي، معلمين وناصحين بعضكم البعض بكل حكمة ومزامير وتسابيح وأغاني روحية، مرنمين في قلوبكم بالنعمة لله. وما أخذتم فيه من قول أو فعل فليكن الكل باسم الرب يسوع المسيح شاكرين به لله الآب. أيها النساء، أخضعنا لرجالكن كما ينبغي في الرب. أيها الرجال، أحبوا نساءكم ولا تكونوا ذوي عنف عليهن. أيها البنون، أطيعوا والديكم في كل شيء، فإن هذا هو المرضى في الرب. أيها الآباء، لا تغيظوا بنيكم ألا يفشلوا. أيها العبيد، أطيعوا أسادتكم الجسديين في كل شيء، ولا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل بسلامة القلب متقين الله. وما فعلتم فافعلوه في قلوبكم، فعلكم للرب لا للناس، عالمين أنكم ستأخذون من الرب جزاء الميراث. اخدموا الرب المسيح. أما أظلم فليتجنب ما أظلم به، ولا تكون محبة ذنوبه. وبارك يا سيد. Oh, no.
طعم الريح. ليش هذا الاختيار؟ ليش قال له معجزات يسوع في آحاد الصوم؟ لأن فترة الصوم هي فترة توبة وخلاص. يسوع جاء مخلص، منقذ، محرر للإنسان بكل يد، نفسا وجسدا، كيانه كله. إذن المعجزات هي علامات هذا الخلاص، دل على أن خلاص الله الموعود به اقترب وراح تدريجيا نتوصل إلى أن نفهم أن خلاص الله راح يتحقق في شخص يسوع في موته وقيامته. أول خلاص حققه الله مع شعبه في مصر في الخروج، حين قلنا من النص الكتابي سفر الخروج الله سمع أنين شعبه، مذلة شعبه، ما تحمل المذلة، قلنا من النص نزل حتى يفتقده، يعني حتى يزوره، حتى وزيارة الله هي زيارة الله دائما تحرير، وأخرجه من أرض العبودية إلى أرض الحرية، عبر من البحر بمعنى كان وصلوا إلى حد الموت في البحر، ورمز أيضا للموت يغمس فيه يموت، يدخل ويخرج من البحر سالم، تعبير عن خلاص الله الذي يريد يحققه، ما أحاجز يقف أمامه. هذا الخلاص الذي يتحقق في تاريخ شعب الله المختار راح يتحقق في شعب الله الجديد في آخر الزمان بأنواع كثيرة وطرق شتى تكلم الله آبائنا على أسر الأنبياء منذ قديم. في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه، هذا الابن الذي جعله واركا لكل شيء. فلذيذ يسوع في صفة محرر منقذ. في هذا النص من لوقا عرف انه موجود هذا النص، يعني المعجز احياء ابن الارمله النائم موجود في الانجيلين الثلاثه المسلمين الايزائيين، لانه كثير متقاربين في رواية الأحداث مرقس ولوقا ولوقا. لوقا بصورة خاصة يستند إلى العهد القديم الذي يشوف في سفر صموئيل إيليا النبي، هذا النبي الكبير الذي أيضا أرسل إلى أرملة أحيا ابنه، وإذا ما فقط يسوع يعني، بل سبق أنبياء إيليا وإليشاع. بس شنو يعني؟ يعني من خلال المعجزة نكتشف أن الله هو الحياة، هو الذي سيد الحياة، هو الذي يعطي الحياة. هاي هو مهمة جدا. فلوقا على أساس هذيك القصة ما الأرملة صرفت صيدة الذي أحيا وحيدا، أيضا كان وحيد في يومه، نقول أن الكربون على هذه القصة وجعل هذه القصة مال يسوع على نفس النموذج. اقترب من باب المدينة دائما، كان الملوك اللي يجون من باب المدينة يطلعون الناس حتى يقدمون شكاياتهم، طلباتهم، أمانيهم، يعني يتحقق بشرى وخلاص للناس الذين يحتاجون الى من ينقذهم. فيسوع يكون هذا الذي على باب المدينه يجي حق هذا الخلاص وهذا التحرير. اذا جاي يميز
الأصلي الأصلي تحركت أحشاؤه مثل ما تحركت أحشاء الله تجاه بني إسرائيل اللي كان تحت العبودية. يسوع أيضا يتحنى تتحرك أحشاؤه تجاه هذا الشعب، ونموذج لخلاص الله بيسوع ينقذ ويحرر ويحيي هذا الابن الأرض الذي راح يموت بعدين. أبدا ما تقارنون قيامة ابن الأرملة وقيامة بنت يائير وقيامة لعازر بقيامة يسوع، لا شيء ما يجزاش. قيامة يسوع شيء آخر، لكن هذا المحاضرة الذي كانوا الله عمل عمل مع يسوع كبير جعله ربا وسيدا أقامه وأدخله في مجده ولن يموت أبدا. فإذا لا تقارنوا بينها، هاي تكون معجزات إقامة أموات، هي نموذج للقيامة الكبرى التي راح تتحقق في يسوع، واللي تكون أيضا قيامتنا، لأن إذا كان الله أقام يسوع راح يقيمنا معانا نحن أيضا. شلون؟ فإذا أتروها تتسامبل هاي المعجزة، سدا لنا وتصير علامة لنا بأنه الذي يقيم راح يقيمنا نحن أيضا معه. إذا تحملنا لا تبكي لما سمعش وقف الحامل من العرفاء قم قم قم. شوف كلمة قم نفس الكلمة مال موضوع القيامة، يعني إذا يسوع يصير هو رب الأموات والأحياء يقيم الموتى، يعني عمل الله هذا راح يعطيه ليسوع. دفعه يومي استولى الخوف على جميعهم، اكيد هذا الخوف اي ما خوف قد قال عنه نحن امام حضور الهي، انه عمل الله تجلى في شخص يسوع من خلال هذه المعجزه احياء ابن الارمله. واشعروا مجدوا الله، صارت علامه وساعدتهم على ان يمجدون الله الذي ارسلنا نبي عظيم مخلص عظيم. وافتقد الله شعبه، قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. اذا اكتشفوا في هذا العمل في هذه المعجزه علامه حضور الله في شخص يسوع وعلامه خلاص الله وافتقاد الله كما كان في الماضي يعملوا في اخر الازمنه بشخص يسوع، وراح يعملوا بشكل كامل ونهائي وحاسم. داعى هذا الكلام في اليهودية كلها. إذا هذا النص من الإنجيل يخلينا فعلا نفهم أن الرب يسوع يريد يحيينا مثل ما هو دخل في حياة الله بقيامته، أن نحن أيضا نحيا بحياته، أن نؤمن بأن الذي أقام يسوع بين الأموات يحيينا نحن أيضا مع هذا الرجاء للمسيح. وهذا يعطيك ناحية الحياة بفرح بتفاؤل، ما نعتبر الموت هو نهاية وإنما هي انطلاقة لحياة دائمة كاملة أبدية. نرفع صلاتنا في اليوم لأجل أبونا كليوس، حضر المسيح بيناتنا بزيدنا بركة، ونرفع صلاتنا لأجل أبونا مشيل اليوم هو المستشفى وراح يكون في عنده عملية يوم ثاني. نؤمن بإله واحد. الله سبحانه وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبالروح الواحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور، إلى نور إله نور من نور، إلى الحق إله الحق مولود غير مخلوق مثال الآب في جوهر الذي من الذي من أجلنا نحن
أيها الثالوث الأقدس ارحمنا الآن وكل أوان. أيها الثالوث الأقدس اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. أيها الثالوث الأقدس اقبل هذا القربان من أيدينا نحن الخطأ على المذبح الروحي الذي فوق السماء. تجاوز واعف واصفح اللهم عن خطايانا وأثامنا ومعاصينا وعن خطايا وأثام ومعاصي جميع الذين يدعونك ويتضرعون إليك بإيمان صادق. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الذين سبقوا فرقدوا على رجائك، لا سيما الأحياء والأموات الذين تقرب هذه الذبيحة لأجلك. قوم قالوس قر إلى إيسون. أيها الرب الرحيم القدوس يا من أعد لنا بابنه الوحيد هذه البائدة الروحية، اقبل تقدمة هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وإنا جميعا لنتبادل السلام بقلب طاهر وبمحبة إلهية. نرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الواحد رائك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. مقدسة وإلهية بمحبة ربنا أمنك وسلامك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية الأزلية. ونرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد ورؤيك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. الملك ورب الأرباب ونطلب منك يا رب أن تبسط يمين حنوك على عبيدك ولا المنحنين أمام عظمة جلالك الرهيب، وتبارك غنم رايتك المفتزات بدم ابنك الوحيد الطاهر، احفظها واصفح عنها وقدسها واجعل أن يتلالى على محياها رسمك الحي فيعرف العدو أنها رايتك المفتدات. نرفع إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد ورؤيك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. نقف حسنا يا إخوتي بخوف وورع وطهر وقداسة وحب وإيمان صادق، ونتأمل بتقوى في هذه التقدمة الرهيبة والمقدسة التي يقربها الكائن الموقر عنا لله الأب رب الكل ذبيحة حياة رحمة وسلاما ذبيحة وشكرا. تكن محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم ومع روحك. وتعقلنا وضمائرنا وقلوبنا في هذه الساعة فوقا هاني عند الرب إلهنا لنشكر
حقا أنت والله الأب مع ابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أتيت بنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا ولم تغب عنا عند افتقادنا حتى أصعدتنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت الآتي. إننا نشكر لك ولابنك الوحيد ولروحك القدوس هذه كلها، يا من يقف أمامه في صفوف الكروبيم الكثير الأعين والسروفيم المسدس الأجنحة، وهم ينشدون نشيد الظفار بأفواه لا تصمت وبعبارات لا تهدى، صارخين وهاتفين وقائلين. حتى مجيئي. إنا نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، فاشملنا جميعا بما
خلاصنا واخ جميع تدبيرك لأجلنا. أي صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي برافة كل إنسان حسب أعماله. فبيعتك ورعيتك تناشدك لتبهج معك في ملكوتك وتبتهل بك ومعك إلى أبيك قائلة: ارحمنا أيها الإله الآب الضابط الكون. نحن أيضا يا رب إذ نقر بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل. إياك نسبح، إياك نبارك، لك نسجد، ومنك نطلب أيها الرب الإله، أشفق يا صالح وارحمنا. بارك يا سيد مهرب هذه الساعة ويا بدل الوقت يا حضر مرفرفا على هذه الأخرسية وقدسها فانتصبوا بهدوء وخاف وصلوا. السلام معنا والأمن لجميعنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، أشفق يا صالح وارحمنا. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. ليأتي الروح القدس ويجعل هذا الخبز جسد يسوع المسيح ربنا. دم يسوع المسيح ربنا. لتكون هذه الأسرار المقدسة لكل من يتناولها حياة وقيامة ومغفرة للخطايا وشفاء للنفس والجسد وإنارة للعقل وتبريرا أمام عرش مسيحك الرهيب. فلا يبيدن أحد من شعبك يا رب، لكن أهلنا إذا ما عملنا وخدمنا أمامك بلا عناء أيام حياتنا كلها لنتنعم بأسرارك السماوية الخالدة والمحيية. وهو ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد
المبرر العظيم لجنسنا الذي نرجو أن ننال به الرحمة والصفحة عن خطايانا وخطاياهم. أرح يا رب أنفسهم واغفر نقائصنا ونقائصهم التي ارتكبناها أمامك بإرادة أو بدون إرادة، بمعرفة أو بدون معرفة. نذكر الآن خاصة والدة الله العذراء قديسة دائمة البتولية والرسل الإلهيين والأنبياء القديسين والشهداء الظافرين وجميع القديسين الذين أرضوك، لتحفظنا صلواتهم وتضرعاتهم من الشرير وننال الرحمة في العالمين، كي يسبح بهذا كما في كل أمر ويمدح كثيرا اسمك الكريم والمبارك واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين، كما كان في البدء والآن وسيبقى إلى الكريم. إياك نستودع أنفسنا
وبعضنا بعضا على رجاء الحياة الأبدية بالمسيح. ونبتهل متضرعين إليك يا رب لتشفق علينا وعلى شعبك المؤمن الماثل أمامك بغزارة حنانك. وإلنا أن يدعوك أيها الآب القدوس بشهادة ضميرنا الخالصة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاك يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوى والأسلحة إلى أبد الأبدين آمين. ادخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير ومن كل من يحاكي لأن لك الملك والقوة والتسبيحة ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. قدسهم واحرسهم واجعلهم اطهارا بلا عيب ولا شائبة ليرضوك ايام حياتهم كلها. فنرفع نحن وهم اليك الحمد والى ابنك الوحيد روحك القدوس الان وكل اوان والى ابد الابدين. امين. السلام لجميعكم ولروحك تكون نعمة الثالوث الأقداس غير المخلوق الأزلي الأبدي المتساوي في الجوار ورحمته مع جميعكم إلى الأبد. من الأزل وإلى أبد الأبدين.
وإلى أبد الأبدين آمين هللويا. من مذبعك المبرر فلنحضن غفران لعبيدك يا ابن الله الذي أتى لخلاصنا وسيأتي لأجل بعثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. آمين. يا رب يمينك غير المنظورة وبارك هذا الجمع السائد لك المقتبل جسدك ودمك الكريم يا غفران الذنوب وللصبر عن الخطايا ولإسفار الوجه أمامك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد. آمين. فلتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حامل هذه الأقداس وعلى واربها وأخذيها وعلى كل من تعب واشترك فيها فلتكن مراحم الثالوث الأقداس في العالمين إلى أبد الأبدين. يا ربنا وإلهنا إلى الأبد
يا ربنا يسوع المسيح لا يكن لنا جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك المبرر الذي شربناه للدينونة والانتقام بل لحياة الأبد وخلاص جميعنا فارحمنا. فاجعلنا إذا نالا لقبوليا حتى إذا ما قبلنا بقداسة وضمير طائر الأيام كلها نتقوى لصنع ما يرضيك ونرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. ومنحنا شركة أسراره المقدسة احفظ واختم عبيدك الساجدين لك بيمينك الظافرة فنحفظ بلا ضرر بقداسة هذه الأسرار التي أخذناها واجعلنا لا نعود إلى الخطيئة فنتقوى بك ونرفع إليك الحمد وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين بارك يا سيد ودام صوم التي أخذتموها من مذبح الرب المبرر البعيدين والقريبين أحياء والأموات المخلصين بصليب الرب الغالب والموسومين بوسم العماد المقدس وليغفر الثالوث الأقدس ذنوبكم ويصلح عن زلاتكم ويصلح أنفس أمواتكم ويغفر فيي أنا العبد الذليل الخاطئ ولتعني صلواتكم. امضوا بسلام وأنتم فرحون ومسرورون وصلوا لأجلي وأحد بارك.